السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. بداية صلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقيم اليوم فضيلة الشيخ إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الدكتور عبد المحسن القاسم حفظه الله مجلس سماع لكتابي مختصر السيرة للإمام عبد الغني المقدسي وكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله. ومجلس السماع هذا يكون بين كل فترة وفترة، وهذا المجلس في يوم السبت تاريخ 5/3 في عام 1441 من الهجرة النبوية الشريفة. سنصور لكم بعض اللقطات في هذا المجلس، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ورفع الله عز وجل قدر الرسل وأعزه ونصره كما قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الحساب. وشرف الله عز وجل هذه الأمة بشرف نبيها عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وشرفت هذه الأمة بشرف نبيها عليه الصلاة والسلام. شرف الله عز وجل بأن كما ذكر